بسم الله الرحمن الرحيم. الرفاعي وآسندر لتطوير المحركات. تقدم النموذج الأول لمحرك احتراق داخلي بدون عمود كاما. كما هو واضح في هذا العرض، فإن المحرك صغير الحجم مقارنة بالمحركات التقليدية. علاوة على ذلك، فإنه ينتج قوة أضعاف ما ينتجه المحرك التقليدي بسبب طول العتل. إن القطع المستخدمة في هذا المحرك أقل عددا وأسهل صناعة وصيانة وأطول عمرا نظرا لقلة الاحتكاك واعتماده على الدحرجة. ويعتبر هذا المحرك صديقا للبيئة لما يتمتع به من قلة المخلفات وقلة المواد المستخدمة في الصناعة. لا يحتاج هذا المحرك إلى سرعة دوران عالية لينتج قوة تكفي لأداء مهامه. فعلى سبيل المثال، يستطيع هذا المحرك بسرعة أقل من 1000 دورة في الدقيقة دفع سيارة بسرعة 120 كيلومتر في الساعة. وبطبيعة الحال فإنه أقل وزنا من المحركات التقليدية. ويستغل المحرك انفجار مزيج الوقود من لحظة الانفجار إلى أضعف قوة في نهاية قوة دفع الانفجار بسبب تصاعد طول العتل من لحظة الانفجار، علما أن المحركات التقليدية لا تستفيد من انفجار الوقود سوى 30% فقط.
النموذج رقم 2 بعمود كاما. هذا المحرك أصغر حجما من المحرك السابق، حيث أن الصمامات وضعت داخل غرفة الاحتراق كما في المحركات التقليدية لتعطي قوة تلقيم مضاعفة، ويمكن استخدام هذا المحرك للمهام التي تحتاج إلى قوة أكبر من الظروف العادية، علما أن المحرك الأول يفي بالغرض، إلا أنه قد تكون أحيانا حاجة إلى قوة أكبر كما في السباقات مثل الفورميولا 1 وما شابه. وتم تطوير هذا المحرك بعد صناعة المحرك الأول وتشغيله وإجراء التجارب والأبحاث التي أدت إلى هذا التطوير، كما أن هناك 4 محركات مختلفة تم تطويرها. أحد النماذج يعمل على الديزل 5 مكابس، لم يتم تجربته بعد حيث أنه قيد الصناعة، ويتوقع أن يكون المحرك الأعجوبة على مستوى العالم والأفضل على الإطلاق، حيث أن مكبسين في حالة دفع دائم مستغلا قوة الانفجار لمكبسين معا حتى نهايته مع تصاعد قوة العتل كما يوضح هذا العرض. ومقارنة بتواضع الإمكانيات وما ترتب على المحرك الرحوي على سبيل المثال، يكون هذا الإنجاز مميزا، حيث أن واينكل استهلك 700 مليون دولار و28 عاما من الأبحاث، ولا يزال محركه غير مقبول عالمياً.